على صفيح ساخن، المسلمون يدفعون الثمن غاليا في أوكرانيا. ظروف الحرب التي تخيم على أجواء شهر رمضان في أوكرانيا وما تركته من أثر في قلب مليون مسلم أوكراني. يبلغ عدد المسلمين في أوكرانيا نحو 1,000,000 نسمة، وكانت فرحتهم باستقبال رمضان لهذا العام ناقصة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من دمار ونقص في المواد الغذائية. وبهذا الصدد أفاد رئيس المجلس الإسلامي الأوكراني سيران عاريفوف أن المسلمين في بلاده يحاولون أن يعيشوا الأجواء الرمضانية على الرغم من ظروف الحرب القاسية. وقال إن أكثر من 90% من مسلمين أوكرانيا يعيشون في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب، ولذلك فقد اضطروا إلى ترك منازلهم، والمسلمون الذين بقوا هنا يجتمعون في الجوامع والمراكز الإسلامية على موائد الإفطار الجماعية في بعض المناطق الآمنة. وفي سياق متصل أشار عاريفوف إلى أن 1,000,000 مسلم كانوا يعيشون في أوكرانيا قبل الحرب، وأن الكثيرين منهم تركوا منازلهم بسببها. وأردف، اضطرت عشرات الآلاف من العائلات إلى ترك منازلها، وليس من السهل معرفة إحصاء الذين بقوا في البلاد. وقد فتحت المراكز الإسلامية أبوابها لاستقبال إخواننا الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم. نحن بدورنا نهتم بكل الذين لجأوا إلى المراكز الإسلامية والمساجد، ونعمل على توفير المواد الغذائية والأدوية والألبسة لهم، ونبذل كل ما بوسعنا لمساندة الكثيرين في هذا الشهر المبارك. وأضاف قائلا، لم نتعرض للتمييز في يوم من الأيام، وكنا نحظى باحترام دائم، ونحن مستمرون في مقاومة الاحتلال الروسي مثل جميع الأوكرانيين، ونعلم أن ظروف المسلمين في كثير من البلدان الإسلامية مثل سوريا وفلسطين واليمن أصعب من ظروفنا.